أخيرا وبعد طول انتظار وتأجيل لعشرات السنين بدأ افتتاح المتحف المصري. هيفاء وهبي وصلت. يعني ايه بقى بدأ دي؟ انا هقول لكم، هما دلوقتي بيعملوا حفلات كده صغيرة بيعزموا فيها الشركات السياحية على مستوى العالم، زي مثلا من بلاد امريكا او اليابان. واول الحفلات دي كانت تقريبا من يومين، وكانت بتغني فيها السوبرانو المصرية فاطمة سعيد. وقبل الافتتاح الرسمي في اماكن هتتفتح للزيارة، وهعمل فيديو مخصوص عشان اقول لكم عن الاماكن دي. وبعد الافتتاح علشان تعرفوا ازاي تقطعوا التذاكر وتنظموا برنامج الرحلة وايه الاماكن اللي ممكن تزوروها، انا عاملة لكم فيديو مخصوص كبير طويل عريض على قناة اليوتيوب بتاعتي، وما تنسوش تمضوا العريضة دي لاسترداد حجر رشيد.